السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في قناة التشتوشي. النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفة جميلة هنعملها مع بعض. قبل أي شيء نسمي الله، نصلي على سيدنا محمد، نبدأ نعمل اشتراك في القناة. الناس اللي لسه بيشوفونا لأول مرة، تأكد تماما إن لما هتعمل اشتراك في القناة وتسيب تعليق، إن شاء الله بأسرع وقت هيترد لك في قناتك باشتراك عشان الكل يكبر مع بعض. النهاردة بنقدم الكبدة الاسكندراني. الكبدة الاسكندراني النهاردة بنقدمها بشكل مختلف عن اللي الجميع قدموها قبل كده. احنا ما بنقدمش كبدة العربيات، ما بنتكلمش على السندوتش اللي سعره 3 جنيه، احنا بنتكلم على حاجة الكواليتي بتاعها عالي جدا، فيها تيست مختلف، فيها تكات كده مختلفة هتشوفوها النهاردة. النهاردة معانا نص كيلو كبدة متقطعة شرايح كبيرة زي ما حضراتكم شايفين. أنا معلقة كزبرة، ملح، قرنين فلفل حامي، معانا معلقتين ثوم مفروم، وعندنا عصير 2 ليمونة، وكمان عندنا معلقتين دقيق متدوبين في نص كوباية مية. ليه هنقول لكم عليها؟ عشان دي هنعمل بيها صوص الكبدة. صوص الكبدة ده حاجة تحفة، حاجة بتنقلك لعالم تاني لما تاكل السندوتش وتشوف الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي. تابعونا وشوفوا الخطوات خطوة بخطوة. تابعونا. بنجيب طاسة زي ما حضراتكم كده شايفين، بنحط فيها زيت، وبننزل أهم حاجة بالثوم. بننزل على طول مع الثوم بالكزبرة. بعد كده بضيف الكبدة. وابدأ اقلب الكبدة كلها على بعضيها. زي ما حضراتكم ملاحظين ان احنا حاطين الكبدة شرايح كبيرة. زي ما حضراتكم كده شايفين القطعة عاملة ازاي وحجمها عامل ازاي. احنا ما بنحطش القطع الصغيرة الاسكندراني، احنا بنحط شرايح كبيرة علشان السندوتش ده سندوتش غالي مش سندوتش رخيص. بعد ما اتأكدنا ان الكبدة كده كلها بدأت تستوي، هبدأ اضيف الملح والبهارات والفلفل. الجديد اللي احنا هنعمله الخطوة اللي جاية، هجيب الدقيق اللي انا دوبته، معلقتين الدقيق اللي انا دوبتهم في نص كوباية مية، وهنزل بيهم علشان اعمل صوص كبدة. صوص الكبدة ده بيدي سمك للصوص اللي موجودة فيه الكبدة دلوقتي زي ما حضراتكم كده هتشوفوا دلوقتي.
أبدأ في الوقت ده أنزل عليه بالليمون. لكم أن تتخيلوا الصوص ده طعمه عامل إزاي. طعمه خطير، بينقلك لدنيا تانية، لعالم تاني لما تاكل الساندويتش وتشوف شكله النهائي عامل إزاي. كده الكبدة استوت والصوص بتاعها زي ما احنا شايفين كده، وأقدر دلوقتي أعمل ساندويتشات زي ما حضراتكم كده هتشوفوها. تابعونا وشوفوا أحلى ساندويتشات هتتم دلوقتي. هنبدأ دلوقتي زي ما حضراتكم كده شايفين شكل السندوتش عامل ازاي، وهتشوفوا الكبدة عشان تعرفوا انها مختلفة تماما. الكبدة اهي اهي، مختلفة. زي ما حضراتكم كده شفتوا، ده حاجة مختلفة تماما. ناخد التاني. زي ما حضراتكم كده شايفين ولسه الجرنشة جاية، الشكل النهائي لسه جاي. تابعونا. دي ننزل عليها دلوقتي بشوية مستردة. زي ما حضراتكم كده شايفين احلى ساندويتش كبدة اسكندراني، شرايح كبيرة، حاجة محترمة، ليها صوص تقدر تدفع فيه 10 جنيه مستريح، محطوط عليه كاتشب، مايونيز، مستردة. ما تنسوش يا جماعة لو سمحتم من فضلكم الاشتراك في القناة وعمل شير ولايك علشان نقدر نقدم كل جديد. شجعونا على تقديم كل جديد. نشكر مشاهدتكم الكريمة.